السلام عليكم، حياكم الله يا جماعة. قبل أن نبدأ صلوا على النبي. طيب، بكل بساطة، مثل ما انتم شايفين بالعنوان، اليوم راح أشرح لكم المودات اللي سبق ولعبناها حنا شباب باور، سواء كانوا صناع محتوى أو إداريين. عندنا مودين، اللي هو مود الميدك وأيضا مود الشرف. ممتاز، راح أشرح لكم المودات في البداية، ثم بعد ذلك طريقة تنزيل المودات. يعطيكم العافية، لا تنسوا الاشتراك في مال كريم. طيب يا جماعة، مثل ما انتم شايفين الآن، هذا هو مود الشرف. الشرف هو الشخص الوحيد اللي عنده القدرة انه يذبح الامبوستر. ممتاز، لكن هذه المشكلة انه تحتاج انك تتخذ قرارك بشكل صحيح. هنا انا الآن شرف وقتلت الشخص الغلط. اذا قتلت الشخص الغلط اللي يصير انك تقتل نفسك. النقطة الثانية، اذا انت متأكد ومتيقن ان الشخص هذا امبوستر، مثل ما انتم شايفين الان بلحق هنتر متاكد من تحركاته انه امبوستر، لانه مش قاعد يسوي تاسكات، فقتلته وطلع فعلا هو الامبوستر. طيب يا جماعه، ننتقل الى مود الدكتور. مثل ما انتم شايفين هنا بهاء صار دكتور. ممتاز، اللي هو الميديك. الدكتور عنده ميزتين، مثل ما هو واضح تحت على اليسار. الان في جثه، راح بهاء يتحرك للجثه بشكل مباشر، شال الجثه، سوالها دراج مثل ما هو واضح يسار تحت. بعد ما يسوي دراج يتجه مباشره من الكافيتيريا الى الميد باي. اذا دخل ميد باي عند الان خاصيه الريفايف، بعد ما يسوي ريفايف يرجع الشخص. طيب يا جماعه، الان برضو في ضحيه ثانيه، اصدقاء جالسين يكلمونه ويعطونا خبر ان في ضحيه ثانيه تعال شلها. نفس الحكايه، راح وشاله واعطاها دراج، شال الجثه، يتجه مباشره للميد باي. اول ما اتجه للميد باي وش اللي صار؟ جاء الامبوستر وقتله. ففي شيء مره مهم يا جماعه، وضروري جدا انك تكونون قريبين من الدكتور عشان تحمونه، عشان ما يصير اللي صار قبل شيء اللي بها. طيب يا جماعه، في نقطه مره مهمه، الان في ثلاثه، ممتاز، واحد منهم امبوستر، اثنين متاكدين ان هذا الامبوستر، لكن الشخص اللي صار له ريفايف اللي هو المتعالج، مثل ما انتم شايفين هنا احمد متعالج، ما يقدر يصوت للامبوستر، تصويته مباشره يروح سكيب يا جماعه، هذا عيب الشخص اللي يصير له ريفايف. طيب يا جماعة، مثل ما هو واضح لكم الآن، هذا هو مود الشرف. ممتاز ممتاز. طيب، في البداية أول ما تفتح صفحة مباشرة راح تحمل أول ملف موجود عندك هنا مباشرة. أول ما تحمله مباشرة راح يفتح لك الملفات هذه هي اللي تشمل مود الشرف. ممتاز ممتاز، راح يكون واضح لك، راح يكتب لك في الملفات نفسها Among Us شرف مود. جميل جميل، هنا راح تفتح ملفات Among Us الأساسية. الطريقة اللي تفتح فيها ملفات Among Us الأساسية من خلال انك تفتحها من نفس ملف الجهاز نفسه، او انك تفتحها من ستيم. طيب، هذا هو ستيم مثل ما هو واضح الان. تروح لايبرري، تروح هنا Among Us، تضغط مانج، تروح براوز لوكال فايلز، يفتح لك مباشرة ملفات Among Us الأساسية. ممتاز ممتاز. كل اللي عليك تجيب ملفات الشرف اللي نزلتها او اللي سويت لها داونلود فتحديتها بشكل كامل، ثم مباشرة تسحبها وتضيفها لملفات Among Us الأساسية. طيب يا جماعة، مثل ما هو واضح فوق على اليسار كاتب لك اللي هو الشرف مود. ممتاز، في نقطة مرة مهمة، ألا وهي أنه أي أحد محمل مود الشرف ما راح يقدر يلعب مع أي أحد محمل Among Us الأساسية أو الطور العادي، وبرضو ما راح يقدر يلعب مع أي أحد محمل أي مود ثاني، سواء كان مود الميديك أو أي كان. خلاص، هذا هو الآن مود الشرف. عشان تتأكد هنا راح يوضح لك كل شيء. طيب يا جماعة، عشان ترجعون Among Us الأساسية، بكل بساطة انك تحذف الملفات اللي نزلتها في ملف Among Us الأساسية. وش بعد هذا؟ سوي لها ديليت. طيب، بالطريقة هذه راح يرجعك ل Among Us الأساسية. طيب يا جماعة، اللي يختلف الآن بين مود الشرف ومود الميديك، انه ملفات مود الميديك لما تنزلها بتطلع لك بالطريقة هذه. نفس الطريقة، راح تفتح ملفات Among Us الأساسية، بعد تدخل مانوال راح تسحب الملفات هذه مباشرة لملفات Among Us الأساسية بكل بساطة. طيب، بعد ما نزلت الملفات Among Us أو ملفات المود لملفات Among Us الأساسية، راح نفتح اللعبة. طيب يا جماعة، شوفوا مثل ما هو واضح الآن، راح يكون واضح لك انه مكتوب لانش باد، هذا معناته انك انت الآن نزل مود اللانش باد، هذا هو مود الميديك. ممتاز ممتاز. طيب، في شيء مره ضروري في طور الميديك او المود تبع الميديك، في شيء مره مهم يا جماعه، انك اول ما تدخل اونلاين ضروري تحول السيرفر اللي هنا على اليمين بالاسفل الى لانش باد، ضروري جدا يا جماعه عشان تلعب المود مثل هو واضح الان. طبعا، اللي يميز الطور هذا يا جماعه انك تقدر تلعب بالطور العادي، وتقدر تحول اللي هو البي ار او الكابتن او الجارد، في عندك اكثر من طور. ممتاز. على العموم يا جماعه، اللي يميز الطور هذا انك تقدر
تلعب بالموت الأساسي أو تلعب بطور الميديك. جميل جميل. طيب طبعا نفس ما ذكرنا في مود الشرف، أي أحد منزل ملفات المود هذا يا جماعة ما يقدر يلعب مع أي شخص محمل أمونجس ملفاتها الأساسية بدون إضافة أي مود. نفس الفكرة لمود الشرف. طيب يا جماعة مثل ما هو متضح لكم بشكل سريع، هذا هو كرولينك. الكرولينك هو اللي تلعب أمونجس كأنك تلعب حياة واقعية، هو اللي إذا دخلت الجيم وبدأ الجيم تسمع أخوياك بشكل مباشر داخل الجيم، إذا بعد واحد من أخوياك راح تسمع بشكل بعيد عنك، إنما كل ما كان قريب منك كل ما كان صوته واضح وهكذا. طيب بالبداية بالصفحة تحصلون يا جماعة هنا اللينك الأول، تحملونه وتسوي له داونلود بشكل مباشر ويتحمل عليكم برنامج بشكل سريع. طيب طيب يا جماعة مثل ما انتم شايفين الآن كرولينك أول ما تحمله مباشرة راح يجيك بالشكل هذا مثل ما هو واضح. طبعا تفتح اللعبة من هنا، أول ما تفتح اللعبة راح يجيك مباشرة أخوياك راح يجمعك وانت راح تجي موجود فوق. كل عليك تضغط كنترول R كل بعد جيم او فصل الجيم، اذا حسيت ان في تعليقه بينك وبين اخوياك او واحد ما تسمع اضغط كنترول ار عشان يحدث وتسمع اخوياك بشكل واضح. ان شاء الله انكم استفدتوا بخصوص الشرح، ان شاء الله انه كان واضح وبسيط، ما كان ودي ابدا انه يكون معقد عليكم، ان شاء الله انه كان خفيف عليكم لطيف عليكم وبس. يعطيكم العافيه، استمتعوا، الله يحفظكم في مال كريم.